بتوجيهات من الرئيس السيسي، مصر ترسل مساعدات طبية لجنوب السودان ولليمن. رئيس الوزراء يشارك في جلسة الحوار الاستراتيجي بمنتدى دافوس. القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المجندين والمتطوعين وقصاصي الأثر. موجز لأهم آخر الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. وجه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقلاع طائرتي نقل عسكريتين محملتين بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة في شحنة ألبان علاجية للأطفال والمقدمة من وزارة الصحة المصرية إلى جمهورية جنوب السودان ودولة اليمن الشقيقتين. مزيد في سياق هذا التقرير. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف الأزمات والمحن، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة في شحنة ألبان علاجية للأطفال والمقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية جنوب السودان، حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا الدولي. وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها لحكومة دولة جنوب السودان. من جانبهم أعرب مسؤول الجانب السوداني بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية لتقديم الدعم لأبناء القارة الأفريقية، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها شعب جنوب السودان الشقيق. وفي سياق متصل، أقلعت طائرتان نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار الملك خالد بالرياض، محملتين بالمساعدات الطبية المتمثلة في شحنة ألبان علاجية للأطفال مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية، تمهيدا لنقلها إلى دولة اليمن. كما أعرب المسؤولون من دولة اليمن عن بالغ شكرهم للدعم المصري وعلى أهمية تلك المساعدات في دعم قطاع الصحة اليمني. تأتي تلك المساعدات انطلاقا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والتضامن الكامل معهم في مواجهة المحن والأزمات. شارك رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعبر تقنية الفيديو كونفرنس في جلسة الحوار الاستراتيجي التي نظمها منتدى دافوس الاقتصادي العالمي مع عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات العالمية المهتمة بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة والواعدة في مصر. وقد أكد مدبولي أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخرا في القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة إنما تجسد الإرادة القوية والطموحة لدى الدولة المصرية على تحقيق التنمية المستدامة.
عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث آليات تطبيق الزراعة التعاقدية، وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو التوسع في نظام الزراعة التعاقدية وفق أولوية تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد من السلع الاستراتيجية التي يتم الاتفاق عليها والعمل على تحقيق الأمن الغذائي. ووجه مدبولي بأهمية أن يتم تحديد آليات واضحة لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية والإعلان عنها في أقرب وقت، لافتا إلى ضرورة إعداد مذكرة مشتركة بين الوزارة المعنية وعرضها على مجلس الوزراء في أقرب وقت. استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 2021-2023. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. وكلف رئيس الوزراء بأن تتولى كل وزارة دراسة الخطة وإبداء الملاحظات الخاصة بشأنها بما يحقق الأهداف المرجوة. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتضمن التمكين الاقتصادي للسيدات، ويتضمن تدريب 1 مليون سيدة على ريادة الأعمال وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، هذا إلى جانب تنفيذ 1 مليون مشروع متناهي الصغر وتدريب 2 مليوني سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي وتأهيلهن لسوق العمل طبقا للفرص الاستثمارية بكل محافظة. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين لصفوف القوات المسلحة وكذلك الأدلاء قصاصي الأثر لصالح قوات حرس الحدود اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق للسادس من الشهر المقبل، وقبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2021 اعتبارا من يوم السبت الموافق للسابع والعشرين من الشهر الجاري. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجية ذو مستويين بدوي 38 الذي تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني واستمر لعدة أيام. ويأتي ذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. كما أشاد رئيس الأركان بالأداء المتميز لرجال الجيش الثاني الميداني في محاربة بقايا العناصر الإرهابية والإصرار على عودة الحياة الطبيعية لمدن شمال سيناء. عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اجتماعا لمتابعة خطط التنمية بساحل البحر الأحمر وجنوب سيناء ومراجعة بيان الأراضي مع الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بغرض دفع معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من المشروعات التي تخدم خطط التنمية. وأوضح وزير الإسكان أن الاجتماع تناول سبل تحفيز ودفع دفع عجلة التنمية بساحل البحر الأحمر لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية، لا سيما في مجال التنمية السياحية وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ودراسة المشروعات المقترحة. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط بأن عدد طلبات إحلال السيارات الملاك والأجرة بلغ 58,745 طلبا مقدما من أصحاب سيارات الملاك والتاكسي في المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقدمة بسبع محافظات، وذلك منذ الرابع من يناير الماضي وحتى الآن من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة. وقد أضاف الوزير أن المبادرة دخلت إلى حيز التنفيذ الفعلي بعد تحديث الموقع الإلكتروني وتزويده بآليات أكثر تفاعلية مع المتقدمين للمبادرة، مشيرا إلى أنه بدأ التواصل معهم اعتبارا من منتصف الشهر الحالي ليستطيع كل متقدم التعرف على موقف طلبه. كان هذا موجزنا الإخباري من تلفزيون النهاردة، انتم بخير، إلى اللقاء.